فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على ما فرض الله وما نهى الله عنه، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فيه الترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في ذاته وفي غيره، فهو كالأترجة لها رائحة طيبة ذكية وطعمها طيب. داوموا على تلاوة كلام ربكم، اجعلوا لكم نصيبا يوميا تقرؤون فيه من القرآن ما تيسر، بحيث لا يمر الشهر على المسلم إلا وقد ختم القرآن. كن وأنت تقرأ القرآن محتسبا تنفيذ ما فيه من أوامر، ثم إذا مررت بآية رحمة فاسأل ربك أرحم الراحمين أن يرحمك، وإذا مررت بآية عذاب فاستعذ بالله من عذابه، وإذا مررت بآية فيها ثناء وتمجيد فسبح الله وأثني عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه. القرآن يقول: منعته النوم فشفعني فيه، فيشفع ويشفع. قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، جاء في تتمة الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف فيها 30 حسنة. القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، متعبد بتلاوته، معجز في بيانه. يمر عليك يوم ما تفتح المصحف كارثة، كارثة بمعنى الكارثة، لأن هذا كلام الله جل وعلا، افرح به وارفع به رأسا. على المسلم أن يقبل إقبالا عظيما على القرآن، لأن هذا القرآن والله إذا انصلح حالك مع القرآن تنصلح حياتك كلها، تنصلح أعمالك، أخلاقك، ينصلح قلبك، وتزداد إيماناً.